قال اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة إن الحملات الأمنية مستمرة على مدار 24 ساعة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون. وأضاف مدير أمن الجيزة في تصريحات على هامش جولته بمنطقة الأهرامات: إن مصر بلد الأمن والأمان، وحملاتنا تستهدف التأمين ومنع مضايقات السياح. نحن نكثف حملاتنا خلال الفترة الراهنة والفترة القادمة بمشيئة الله تعالى، علشان المحورين الأساسيين. المحور الأولاني بالنسبة لتأمين المناطق السياحية والأثرية، وده موضوع مهم جدا بيلقي عبء علينا، واحنا عندنا الجيزة معروفة انها فيها مناطق سياحية وأثرية كتيرة جدا. الجزء الثاني خاص بمنع المضايقات بالنسبة للسياح، لان هذا الموضوع بيؤثر كتير على صناعة السياحة، بيؤثر كتير على تدفق السياح. عايزين السائح يجي يقعد في البلد يشعر بالأمن والأمان، يشعر بنوع من الاطمئنان.